طيب على اللي انت بتقوليه الاعلاميه ديما صادق اتناولتك في البرنامج بتاعها الاسبوع اللي فات، وحطيت لك فيديوهات انك قالت انك انت كل يوم بتنادي بالتضامن واطفال غزه وفلسطين و و و بالمقابل انك بتروحي بتسهري وعايشه حياتك ومجتمعات، بتروحي حاجات مجتمع وحاجات كده عادي. ده عندك موقف من الموضوع ده؟ لو نحن على اي طابق؟ تالت يعني طلعنا الصراحه طلعنا. فانا بفضل نضلنا بالعالي، نضلنا على مستوى راقي وما نهبط لمحتوى سخيف، لمحتوى فيه حسابات شخصيه. اخر شيء بتحسي انه مقصود الموضوع ده؟ اخر شيء هي زميله، ما بريد يستعمل منبر او برنامجك ايمن لحتى نرد على زميله بشيء كثير سخيف وكثير عيب ينحكى فيه. اليوم اللي عم بيصير بفلسطين وبجنوب لبنان اكبر بكثير من هالتفاهات، يعني لا تستحق الرد، يعني لا تستحق اني ادخل معها بجدال ابدا. نقطه انتهى. اتهامات غيره. انا عايز اتكلم على البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي من وقت قضيه فلسطين ما ابتدت، ان انا كنت بحط بوست كتير. الناس بتزهق انها تتفرج على اعلامي او اي بابليك فيجر، خلاص الفولوورز بتنزل. صح. اول ما تحطي حاجه بيرسونال، صوره ليكي، صوره ليا انا ومراتي حزب العون العراقي، انتوا عايشين في 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 كوكب تاني، مش عارف ايه، تهاجمتي؟ هل خسرتي فولوورز من الموضوع ده؟ وانا على فكره ولسه برضه بحط ان مش فارق معايا، ان دي قضيه بالنسبه لي برضه مهمه. طبعا كلنا بالنسبه لنا مثل ما قلت لك بالبدايه ايمن، انه هيدي قضيه انسانيه. صح. لا يمكن انك تكون على قيد الانسانيه مش على قيد الحياه وتكون غافل عن قضيه فلسطين. بس اخر شيء نحن عندنا حياتنا، عندنا شغلنا، عندنا اولادنا، عندنا حياه. بدك تكمل حياتك. تعملي حاجه حاليا واحنا قاعدين. ما من حق اي حدا يديني ويدينك ويدين اي انسان، طالما انا اذا في كلمه بتغير عم بعملها، اذا في صوره بتضحك كذبه من الاكاذيب اللي الاعلام الصهيوني العالمي عم بروج لها، بقدر ساعد بساعد بعملها، بكون صادقه. صح. هيدا يكفي. ولكن انه نحن اليوم ننهان ولانه عم نكمل حياتنا، ما بدك تعيش. تحس ان الاعلاميين اللي عندهم البلاتفورم ان يتكلموا على فلسطين مقصرين؟ اللي قادر يتكلم على فلسطين وما تكلمش مقصر، والفنان اللي قادر يرفع صوته وما رفعش صوته مقصر. كتير للأسف كتير، وبعتبرهم أنا متخاذلين. والحياة يعني الحياة أهم وأعمق بكتير من أنه نحن بس نلحق الفلوس أو مصالحنا. من حقنا، وأنا اليوم عم بلحق مصالحي. أنا لما حدا بينتقدني، حدا سخيف ممكن ينتقدني أني أنا عم بطلع، أنا عم بعمل شغلي، أنا هيدا الشغل اللي بسترزق منه، اللي هو شغلي بكرامتي، اللي هو بخليني واقفة عجرية وبخليني أحكي بالقضايا المحقة. أنا بنت جنوب أيمن، اليوم الجنوب اللبناني عم ينقصف جزء كتير كبير من الأهل الجنوب. أهلي بالجنوب، هن برا الجنوب، هن مهجرين، هن بظروف كتير صعبة. الجنوب هو جزء أساسي من لبنان. طيب أنا اليوم لابسة ومكياجة وطالعة أحكي بالتلفزيون، ويمكن أتصور، ويمكن روح أعمل إعلان أقبض عليه مصاري، مش معناتها أنا ما بحب الجنوب. أنا الجنوب بدمي، مني مضطرة ولا بحاجة أعطي شهادة بالوطنية أو فحص دم. أنا بيني وبين جنوبي وبين أهلي وترابي ورب العالمين، ولا حدا بحق له يحكم على حدا. فوقفوا تعطوا شهادات بالوطنية، إعلاميين وغير إعلاميين. ولكن أيمن، اللي قادر، برجع بقول لك، من فنانين، من إعلاميين، من مؤثرين. زي مين مثلا؟ لا ما بحب سمي. مين اللي كان المفروض يتكلم وما تكلمش؟ ما بحب سمي وما بستخدم، يعني عيب أني أنا أحكم على الناس. بعدنا عم نحكي من شوي، كتير عيب. كل إنسان عنده ظروفه، بس أنا بطلب من كل إنسان عن جد قادر يساعد ولو بكلمة. هي الحياة موقف، هي وقفة شرف وعز وكرامة. اليوم هيدا القضية، قضية فلسطين، قضية جنوب لبنان، هي وقفة شرف. يا منوقف مع إنسانيتنا، يا مننحاز للشر.